حقها يا شيخ. الحمد لله احنا حاولنا نحققوا الانتصار ونحاولوا هذه غير ثقه غادي تعطينا باش نقدموا مباريات ان شاء الله في شي صوره اللي كتفضل الجمهور نادي القنيطري، وحنا كاملين خصنا ان شاء الله نتعاونوا باش نهزوا بهذه المدينه هذه. حشومه نشوفوا هذا الجمهور بحال هكا كيضيع، وحشومه نجيبوهم نديهم يسافروا معنا ويتقاتلوا، ما نعرفوش منين كيجيبوا ذاك الفلوس باش كيمشيو معنا وفي الاخر نرجعوا بواحد الريزلت اللي كتحشمنا حنا كلاعبين. هذا ما كيشرفش مدينه القنيطره، وان شاء الله خصنا حنا كقنيطريين كاملين نهزوا بهذه الفرقه هذه، حيت الا ما هزيناش بها حنا ما كاينش اللي غادي يهز بها، والدعم ديالهم كيكون دائما مساندني، والاصابه هي اللي دايره هادشي. ان شاء الله انا راجع بقوه باش نكمل مع الاخوان ديالي، نكملوا بهذا الانجاز هذا ان شاء الله ونهزوا بالفرقه. ما واش ديت اصابه اللاعب لؤي العالي؟ ان شاء الله انا غادي كنرجع تدريجيا شويه شويه، وان شاء الله غادي نرجع احسن من الاول ان شاء الله. شكرا.